احنا وياكم من كنيسة الطاهرة الكبرى اللي هي داخل مركز قضاء الحمدانية، اللي غالبية السكان هم من الطائفة المسيحية، من طائفة السريان الكاثوليك اللي يعيشون داخل المنطقة. مثل ما تشوفون انه هاي المنطقة تقريبا بعد 2014 بالحقيقة صفت، ما بقى بها ولا شخص داخل هاي المنطقة، كلها طلعت بتأثير الإرهاب اللي كان هو له العامل الأكبر على تهجير هاي المنطقة كلها بالأجمع. من بعد ما رجعنا كنا نعاني من نقص بالمياه، مياه الشرب ومياه الإرواء، ومنطقة كلها تقريبا تقدر تقول كانت ناشفة. فكانت الفكرة أنه هاي المنطقة ما بها بير، كان بير جدا قديم وكان نشف. البير القديم اللي كان سابقا موجود، أبانا وأجدادنا كانوا حافري، لكن كان تعرفون بمرور الوقت هاي الآبار السطحية كلها جفت وما بقى بها مي. فقدمنا طلب إلى هيئة العامة للمياه الجوفية وجاوبونا أنه نقدر نحفر لكم بير على تكاليف الدولة، وتكاليفها كلها تتكفل بها الدولة وإحنا ما عندنا أي مشكلة. وإجوي من بعد ما قدمنا الطلب، إجوي جابوا الجهاز وحفروه، ومن بعد ما خلصوا أيضا نصبوا لنا الطاقم وكملت البير، وصرنا نستفاد من عدها بالغسل، والمنطقة كلها تستفاد من عدها، يعني ننطي لهم ماي، وعندنا جهاز تحلية يحلي المي اللي هو موجود تقريبا بالبير، نحلي وننطي للشرب أيضا. فتعرفون أنه هاي المنطقة كلها تستفاد من هذا البير، هو المي هو شريان الحياة، وما أكو المي تنشأ هناك الحياة. فالمنطقة تقريبا من بعد ما رجعت كلهم كي يستفادون من عنده، الكل يجي ياخذ المي من بعد ما ينقطع مي الإسالة، لأنه مي الإسالة هنا شبكات كلها قديمة ومهترئة، وصير بها خلط بين المياه الآسنة اللي هي موجودة بالبرك، تعرفون لأنه منطقة هي قديمة جدا، فيصير تسرب إلى هاي الشبكات، فما هي صالحة للشرب، فيستفادون من هذا البير لأنه باعتبار البير هو أنظف.